أول شيء الزيارة ما بتنتسى، صحيح يعني اتفقنا على اللقاء، بس أجمل شغلة فيه حقيقة إنه عفوي، حسيت بالجو هذا إنه أنا مرتاح، مش عم بعمل مقابلة، بالعكس عم بحكي من قلبي، حكيت شغلات أول مرة حكيها، لأنه بحد ذاتها هي زيارة حقيقة، كانت زيارة يعني ما كانت لعمل ولا شغل، يعني الواحد بده يخلصه أو ينجزه وبده يفكر فيه بعقلانية، بالعكس بعدين بنغني. اوكي بكره بس تجي خلص هيدا السوداء والكيس على ايوه خلص. يوم في بيت ما في مره متفاهمه، كان الامور بتكون صعبه يعني اكثر، خاصه بالفن، انه منفوت مثل ما عملنا، تروقنا، تحدثنا، جينا شربنا قهوه، وكان الواحد حقيقه كنت قاعد ببيتي يعني مع ناس اني من اهل البيت حسيتهم وندردش. اعطي لي موسيقى بس. بس هي مع صورك عم ترقص. هيدي حسابها لحاله. هي اغلى شيء. عم جد؟ ايه ما فيك بدك تجيب سبونسر مهم كثير لتاخذينا عم ترقص.